كيفكم؟ عم مسح الدرس على الصفحة 194 التنامي الجنيني الإلقاح. بعد ما أخذنا العروس الإنسوية البويضة أو الخلية البيضية الثانوية وأخذنا العروس الذكرية النطفة، بدنا نشوف كيف بيتم الإلقاح، شو وين بيتم الإلقاح. تمام، هذول أهم رؤوس أقلام الدرس. وين بيتم الإلقاح؟ كم نطفة بتوصل لمكان الإلقاح؟ نحن أخذنا العدد الأعظمي شو كان؟ 500 مليون نطفة. بدنا نشوف كم نطفة بتوصل لمكان الإلقاح. نحن بنعرف إنه نطفة واحدة بتلقح. طب شو أهمية وصول من الألف لثلاثة آلاف نطفة لمكان الإلقاح؟ شو الأنزيمات اللي بيحررها الجسيم الطرفي الخاص بالنطفة؟ كله بدنا نشوفه من خلال درسنا اليوم. بدنا نبلش أول شيء. كان يعتقد بعض العلماء أن النطفة هي المسؤولة عن تكون الجنين، ومنهم من كان يعتقد أن الجنين يقبع داخل البويضة، يعني موجود داخل البويضة. حتى اكتشف مين؟ العالم هيرتويغ حادثة الإلقاح، وأثبت أن نطفة الأب وبويضة الأم مسؤولتان معا عن تشكل الجنين، وأن هذا التشكل لا يتم إلا بعد الإلقاح. يا جماعة، أيام زمان على الجهل طبعا كان في منهم يقولوا أنه النطفة هي اللي بتلقى، وعالم يقولوا البويضة هي اللي بيكون فيها الولد، وشي بيقول كانوا بيجيبوا من البحر للولد. هاي كل واحد بيقول شكل. آخر شيء في عالم اسمه هيرتويغ اكتشف أنه النطفة والبويضة اثنيناتهم مع بعض هن المسؤولين عن الإلقاح. ايمت بيصير هالحكي هذا؟ بعد الإلقاح، يعني اثنيناتهم مسؤولين عن تشكيل البيضة الملقحة بعد الإخصاب أو بعد الإلقاح. فأنا هون بدي أكتب سؤال: من اكتشف حادثة الإلقاح؟ من اكتشف حادثة الإلقاح؟ من اكتشف حادثة الإلقاح وماذا اكتشف من خلالها؟ من اكتشف إذن حادثة الإلقاح وماذا أثبت من خلالها؟ إذا مكتشف حادثة الإلقاح هو العالم شو اسمه؟ هيرتويغ. أثبت من خلال اكتشافه للإلقاح أن نطفة الأب وبويضة الأم مسؤولتان معا عن تشكل الجنين، وأن هذا التشكل لا يتم إلا بعد الإلقاح. وصل؟ ما في شيء. من تابع: بعد أن تدخل النطاف إلى الأقنية التناسلية الإنسوية، يعبر بعضها الرحم، يعني بيروح للرحم، وتصل ذروة نفير فالوب. شو كان الاسم الثاني لنفير فالوب؟ مين بيذكرني؟ القناة الناقلة للبيوض طبعا. إذن يعبر بعضها الرحم وتصل ذروة نفير فالوب. ما المدة؟ أنا بدي أعرف شو المدة اللي بتعبر خلال النطاف اللي فاتت على الأقنية التناسلية الإنسوية للرحم ولنفير فالوب. عم بيقول لكم في غضون نصف ساعة لساعتين، يعني النطاف فاتت على جسم الأنثى على الأقنية التناسلية الإنسوية، بدها تطلع على الرحم وعلى القناة الناقلة للبيوض مشان يصير الإلقاح، لأنه الإلقاح بيتم بالقناة الناقلة للبيوض. فحصرا بدها تطلع على القناة الناقلة للبيوض. شو الوقت؟ لما بيصير شو اسمه الجماع، يعني بدها شي نص ساعة لساعتين، بهالوقت هذا بتوصل. فأنا سؤالي هون: بعد أن تدخل النطاف إلى الأقنية التناسلية الإنسوية، ماذا يعبر أو ماذا تعبر النطاف؟ هون سؤالي صغير: ماذا تعبر بعد دخول النطاف الأقنية التناسلية الإنسوية؟ يعبر بعضها الرحم. إلى أين تصل؟ أسئلتي الصغيرة: إلى أين تصل؟ إلى ذروة نفير فالوب. ما الوقت؟ شو الوقت اللازم؟ يعني ساعتين، بين نص ساعة والساعتين. بفضل ماذا؟ يعني شو أظن بفضل ماذا؟ يعني شو اللي ساعدها خلاها تطلع لفوق؟ شو اللي بيساعدها؟ بفضل تقلصات الرحم والقناة الناقلة للبيوض. ماذا يحرض هذه التقلصات؟ ماذا يحرض هذه التقلصات؟ هرمون اكسيتوسين. نحن أخذنا هرمون اكسيتوسين قبل هالمرة. يحرض على عند الأنثى، يحرض على تقلصات الرحم. وفي مادة مفرزة من عند الذكر اسمها البروستاجلاندين أيضا تحث على تقلصات الرحم. كمان مكتوب اثنين: وحاسة البروستاجلاندين المفرزة من وين؟ من الحويصلان المنويان. ما المدة التي تبقى من خلال النطاف قادرة على الإخصاب؟ أخذناها قبل هالمرة بجسم الأنثى من 24 إلى 48 ساعة، يعني من اليوم لليومين. لأن النطفة بجسم الأنثى قديش بتضل عايشة؟ من اليوم لليومين.
طب في عاملين كانوا إذا بتذكروهم، مدخر الغذاء إلى النطفة وبيقاطش الأقنية التناسلية الأنثوية. تمام؟ ما دام معيشة بتكون قادرة على الإخصاب، ما دام معيشة النطفة في الأقنية التناسلية الأنثوية بيكون عندها قدرة على الإخصاب. أما كاتب لكم أما الخلية البيضية الثانوية بيكتبوا ما المدة التي تحتفظ بحيويتها بعد خروجها من المضيء. إذا ما المدة التي تحتفظ من خلالها الخلية البيضية الثانوية بحيويتها بعد خروجها من المبيض؟ من 6 إلى 24 ساعة. من 6 إلى 24 ساعة من المبيض. إيه شو المدة اللي بتحتفظ بحيويتها؟ من 6 إلى 24 ساعة. معناها مين بيحتفظ بحيويته أكثر؟ النطفة بالأقنية التناسلية الأنثوية، النطفة ولا الخلية البيضية الثانوية؟ النطفة. يعني هي شيء غريب فايت على جسم الأنثى، بتعيش يوم أو يومين. أما الخلية البيضية الثانوية من الأنثى بتعيش من 6 إلى 24 ساعة بس. بهالوقت هذا لما بصير الإباضة عند الأنثى، إذا تم اللقاء مع النطفة بيتم الحمل، ما تم اللقاء ما بيتم الحمل. طبعا يؤجل لحتى تطلع شو بويضة أخرى، طبعا بعد 14 يوم. نحن ما قلنا تتحرر خلية بيضية ثانوية كل 14 يوم من المبيض اليمين، بل 14 بعدين من وين؟ من المبيض الشمال، لأنه بيعملوا بالتناوب. عم بيقولوا لي بعدين كما أن وجود زهارة مهدبة للسيوان وتيار من السائل الجري، بيحطوا عليهم دائرة اكتبوا ما وظيفتهما. ما وظيفة الزهارة المهدبة للسيوان والتيار من السائل الجريبي الذي يخرج في أثناء الإباضة؟ شو وظيفة الشغلتين؟ يسهل دخول الخلية البيضية الثانوية لوين؟ في القناة الناقلة، منضيف بعد كلمة للبيوض، في القناة الناقلة للبيوض. ولو ما مكتوب اكتبوه أنتم. إذن يسهل دخول الخلية البيضية الثانوية في القناة الناقلة للبيوض. أنا شو قلت لكم؟ ليكو المبيض بيحرر الخلية البيضية الثانوية، الزهارة المهدبة للسيوان بتلتقطها، مزبوط؟ بتدخلها، اعتبروا هي الزهارة المهدبة بتلتقطها، بتفوتها بالقناة الناقلة للبيوض. وفي تيار من السائل، لاحظوا بيضل عم بيدور لما بتجي الخلية كمان البيضية الثانوية، بيضل عم بيدور بيطلعها كمان عندنا القناة الناقلة للبيوض. إذا هذول العاملين اللي بيسهلوا أو بيساعدوا في دخول الخلية البيضية الثانوية طبعا إلى القناتين الناقلتين للبيوض. أين تلتقي النطفة بالخلية البيضية الثانوية؟ يعني هذا سؤال دورة قبل هالمرة، حدد موقع. إذا أول سؤال جايب دورة من هون طبعا، حدد موقع وأين تلتقي النطفة بالخلية البيضية الثانوية، أو في تحته سؤال حدد موقع إخصاب الخلية البيضية الثانوية. نكتب في السلسلة الأعلى، اثنيناتهم نفس الجواب، في السلسلة الأعلى من القناة الناقلة للبيوض. في السلسلة الأعلى من القناة الناقلة للبيوض. آخر سؤال عندي بهالصفحة مشان نرجع نعيد كل شيء من أول وجيت شرح مرة جديدة. طبعاً عم بيقولوا رغم العدد الكبير للنطاف، قديش عددها؟ 500 مليون نطفة، لا يصل إلى مكان الإخصاب في السلسلة الأعلى من نفير فالوب، أصدر القناة الناقلة للبيوض، سوى من الألف إلى 3000 نطفة. سؤالي هون ما العدد الأعظم للنطاف؟ سؤالي هون بنكتبه على الأخضر، ما العدد الأعظم للنطاف؟ يلا فضل، ما العدد الأعظم للنطاف؟ وكم نطفة تصل إلى مكان الإخصاب؟ ما العدد الأعظم للنطاف؟ وكم نطفة تصل إلى مكان الإخصاب؟ العدد الأعظم للنطاف يا شباب هو 500 مليون ميكي نطفة تقريبا. كم نطفة تصل إلى مكان الإخصاب نفير فالوب أو سلسلة أعلى؟ من الألف إلى 3000 نطفة بس، من 500 مليون نطفة. نرجع طبعا فهميا، أنا بعد دراسة لكل الصفحة هاي، النطفة لحالة مسؤولة عن الإلقاح ولا مع البويضة اثنيناتهم مسؤولين؟ اثنيناتهم مسؤولين. مين أثبت هالأمر؟ مين العالم اللي أثبت أنه النطفة والبويضة اثنيناتهم مسؤولين عن الإلقاح؟ العالم هيرتويك، يعني هو اللي اكتشف حادثة الإلقاح بشكل عام. بعدين نحن عم ناخذ طبعا من خلال الدرس أنه النطاف
لما بتدخل للأقنية التناسلية الإنسوية في عندي وقت محدد أو بتمر على الرحم لوين بتوصل بالنهاية؟ على ذروة القناة الناقلة للبيوض. شو الوقت اللي بتوصل فيه؟ يعني دخلت على الأقنية التناسلية الإنسوية بدل تطلع على الرحم بعدين تطلع على ذروة القناة الناقلة للبيوض من نص ساعة لساعتين. طب في عندي عاملين بيساعدوا دخولها أو وصولها لهالمنطقة. أو أول شيء عندي تخلصات الرحم وعندي سبب تاني شو هو كمان؟ تمام. والقناة الناقلة للبيوض اثنيناتهم بيساعدوا بوصول النطاف إلى السلسلة الأعلى من القناة الناقلة للبيوض. طب مين اللي بيحس التقلصات؟ في عندي شغلتين. الأوكسيتوسين، مين بيذكرني؟ هرمون الأوكسيتوسين من وين كان بينفرز؟ من النخامة الخلفية، مظبوط؟ وفي عندي شغلة بتنفرز من عند الذكر، قلنا مادة كيميائية، شو كان اسمها؟ البروستاجلاندين. كان الذكر عنده ثلاث غدد ملحقة، هويصلان منوية، غدتا كوبر، والبروستات. مين كان اللي بيفرز البروستاجلاندين؟ الهويصلان المنوية. شو العاملين اللي بيساعدوا لنا لوصول شو اسمه؟ الزهارة المهدبة للسيوان، وعنا تيار من السائل الجريبي، تعال نقارن، نكتب مقارنة، قارن بين عمر النطاف، قارن بين عمر النطاف وعمر الخلية البيضية الثانوية، نكتب على الخلية البيضية الثانوية لحالها، تحتفظ بحيويتها عند خروجها من المبيض من 6 إلى 24 ساعة. إذن تحتفظ بحيويتها عند خروجها من المبيض من 6 إلى 24 ساعة. أما شو اسمه النطاف، اكتبوا لي قسمين، أقنية تناسلية ذكرية، أقنية تناسلية إنسوية. هلا بقلكم، لأنه النطاف بتعيش عند الذكر، وين بتعيش كمان؟ عند الأنثى. نكتب عند النطاف في الأقنية التناسلية الذكرية، أسابيعا عدة. ما هيك أخذنا؟ بتعيش في الأقنية التناسلية الذكرية أسابيعا عدة. أما في الأقنية التناسلية الإنسوية، من 24 إلى 48 ساعة. شفتوا يا شباب؟ إذا بتجيني هيك مقارنة هيك بدي أكتبها، لأنه النطاف بتعيش عند الذكر وعند الأنثى. بدي أعرف قديش بتعيش بالأقنية التناسلية الذكرية. قلنا الذكر أين يتم اختزان النطاف؟ في البربة، ولكن يمكن اختزانها لمدة شهر تقريبا. وين؟ في الأسهر، مظبوط؟ طيب شو المدة اللي ممكن تعيش؟ أسابيع عدة. أما في الأقنية التناسلية الإنسوية، لما راحت النطاف على الأقنية التناسلية الإنسوية ممكن تعيش شو قلنا؟ يوم لليومين. تمام. عدد النطاف الكلي أخذنا بالدرس الماضي أو بالذكري يا شباب، كم مليلتر يتم عند القذف؟ من 2 إلى 5. بعد راحت كم يوم تقريبا؟ أيام عدة. في كل مليلتر أقل عدد نطاف شو لازم يكون؟ 20 مليون. أعلى عدد نطاف 100 مليون. فما الرقم الأعظم للنطاف؟ إذا كل مليلتر 100 مليون الحد الأعظمي، نحن عندنا 5 مليلتر أكثر شيء، فمعناها 500 مليون الحد الأعظمي. كم وحدة منهم بتوصل لمكان الإخصاب؟ إذا من 1000 إلى 3000، اللي هي ذروة نفير فاروق أو السلسلة الأعلى من القناة الناقلة للبيوض. طبعا الحكي واضح والفقرة سهلة لهلا، ما أخذنا شيء جديد يعني، أو كل شيء تقريبا مارق علينا قبل هالمرة. بدنا نبلش هلا بالصفحة الثانية، صفحة 195، كابين. ولاحظ وتتبع من خلال الأشكال التالية أو الآتية. سؤالي هون، ما مراحل الإلقاح؟ مكتوب مراحل الإلقاح، هذا السؤال. ما مراحل الإلقاح والتبدلات التي تطرح على الخلية البيضية الثانوية بعد دخول نواة النطفة إليها؟ إذن ما مراحل الإلقاح وما التبدلات التي تطرح على الخلية البيضية الثانوية بعد دخول مين؟ نواة النطفة إليها وتشكل البيضة الملقحة. وبدي رتبهم لأنه هذا السؤال بالترتيب بيجيني بالامتحان.
بالترتيب. واحد، اول شيء بيتم عندي الاختراق. نحن ما قلنا او ما اخذنا بالدرس الماضي انه النطفه تخترق الخليه البيضيه الثانويه. كيف يتم؟ كيف يتم الاختراق؟ اذا بنكتب اول شيء كيف يتم الاختراق؟ بوساطه الانزيمات الحاله التي يحررها مين؟ الجسيم الطرفي. شو هذا الجسيم الطرفي يا شباب؟ مين بيذكرني؟ هذا يتوضع في مقدمة رأس النطفة. من أين ينشأ الجسيم الطرفي؟ من جهاز جولجي. حلو هالحكي. إذن أول شيء النطفة شو بتعمل؟ بتخترق الخلية البيضية الثانوية بواسطة ماذا؟ أنزيمات بحررها الجسيم الطرفي. هاي إجت النطفة، جاي النطفة على الخلية البيضية الثانوية. في مقدمة رأس النطفة في عندي جسيم طرفي، هو بيقرب بحرر جسيمات حالة أو عفوا أنزيمات حالة. ليش؟ مشان تفكك الإكليل المشع والمنطقة الشفيفة، مشان يدخل أو مشان تدخل النطفة أو نواة النطفة إلى نواة الخلية البيضية الثانوية. اثنين، التعارف. التعارف كيف يتم التعارف؟ يتم عن طريق ارتباط خيط من الجسيم الطرفي للنطفة مع مستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثانوية. ركزوا معي شو أصلاً بين الحكي، بس افهم معي. ما جاي النطفة وجاي مين؟ أو هون الخلية البيضية الثانوية بشكل عام. لاحظوا معي، الجسيم الطرفي للنطفة بيطلع خيط بهالشكل هذا. الجسيم الطرفي عنده خيط، بيطلع منه خيط مثل المفتاح. مثل المفتاح مع مين بيرتبط؟ هاي الخلية البيضية الثانوية في مستقبلات نوعية بيرتبط معها بهالشكل هذا، تمام؟ إذا في عندي الجسيم الطرفي، كيف يتم الالتحام مع بعض؟ كيف بيلتحموا مع بعض؟ الجسيم الطرفي للنطفين نحن ما قلنا يتوضع في مقدمة رأس النطفة، بيطلع الخيط منه بيجي على الخلية البيضية الثانوية بالغشاء اللي من برا في مستقبلات، بيجوا مع بعض هيك بيلتحموا مع بعض. طبعاً اثنين أطول. إذا أولاً يتم الاختراق، اثنين يتم الالتحام أو شو اسمه التعارض، ثلاثة الالتحام. ثلاثة الالتحام، يلتحم غشاء رأس النطفة بعد ما تعارفوا على بعض، هلا بده يصير الالتحام مع بعض. يلتحم غشاء رأس النطفة بغشاء الخلية البيضية الثانوية، ماذا ينتج النكتون؟ ماذا ينتج عند التحام غشاء رأس النطفة مع غشاء الخلية البيضية الثانوية؟ يطرح عليها نشاط فيزيولوجي. شو لنا معنى كلمة فيزيولوجي نحن؟ وظيفة. يعني بتصير الخلية البيضية الثانوية بحالة وظيفة، بحالة عمل يعني، أو بحالة كمون عمل طبعا مثل ما بنعرف نحن. ايه ما بتصير بحالة كمون عمل؟ لما بيلتحم مع غشاء رأس النطفة. نرجع من عيد المراحل الثلاثة. أول ثلاث مراحل عنا بالإلقاح، اختراق بدون شرح أول شيء، اختراق، تعارف، التحام. كيف يتم أول شيء الاختراق؟ جسيم الطرفي للنطفة أول شيء لنا بحرر أنزيمات، تمام؟ مشان تبلش يعني تخترق الخلية البيضية الثانوية. بعدين في عندي التعارف، كيف بتتعرف النطفة على الخلية البيضية الثانوية؟ يا جماعة هلا أنا إذا بدي فوت على البيت بدي مفتاحي الخاص لهالغرفة لحتى فوت، تمام؟ متعارفين على بعض يعني، المفتاح متعرف على القفل. نفس الشيء هوني، الخلية النطفة في عندها مفتاح والخلية البيضية الثانوية فيها القفل، مزبوط ولا لا؟ بتعرفوا بهالطريقة. الجسيم الطرفي بيعطي خيط والخلية البيضية الثانوية شو فيها؟ المستقبل، مشان يستقبلوا بعض، تعرفوا على بعض. هلا بده يصير الالتحام، بدهم يلتحموا مع بعض، بيلتحم غشاء رأس النطفة مع غشاء الخلية البيضية الثانوية، فبتصير الخلية البيضية الثانوية بحالة نشاط فيزيولوجي. أربعة، كيف يتشكل غشاء الأخصاب؟ كيف يتشكل غشاء الأخصاب؟ شوفوا لي على الرسمة هون، في عندي هالنقاط حبيبات قشرية. ليك الحبيبات القشرية تنفجر، ليك الحبيبات بتنفجر، بتروح على المجال حول الخلية البيضية الثانوية، بتفوت على المجال حول الخلية البيضية الثانوية فبيتشكل غشاء الأخصاب. لاحظوا كيف بيتشكل. نحن أخذنا قبل هالمرة بالخلية البيضية الثانوية في عنا حبيبات قشرية. حدا منكم سألني أستاذ ليش ما بتجتاز النطفة الحبيبات القشرية؟ الحبيبات القشرية إلى وظيفة واحدة، إلى وظيفة واحدة، إنه بتنفجر، بتروح على المجال، ليكو على المجال حول الخلية البيضية الثانوية. شو بتعمل؟ لاحظوا شو بتعمل. كل النطاف والخلايا التانية الموجودة حول الخلية البيضية الثانوية بتخليها تتلاشى،
لذلك شو بتخلي لاحظوا بس نطفة واحدة تدخل، شايفين؟ كم نطفة واحدة عم كم نطفة عم تدخل؟ بالرسمة واحدة ليكو عم تدخل لجوا. ليش؟ لأنه غشاء الأخصاب اللي تشكل يمنع أو يسبب تلاشي الخلايا والنطاف الأخرى، فبتدخل نطفة واحدة بس. نرجع من عيد. هلا بالله ما بتموت هي، بس تدخل بشغل غشاء الأخصاب، بس تدخل هي. لا لا هن كلهم بيدخلوا، لكن ما كلهم، كلهم بيحاولوا يدخلوا. أول شيء لما بتدخل واحدة فورا تنفجر الحبيبات القشرية وبتشكل غشاء يمنع دخول النطاف الأخرى، تمام؟ يعني مباشرة هاي دخلت هاي ما دخلت، بيحاولوا نطاف الدخول. واحدة بتدخل واحدة، لأنه لاحظي معي كمان من كل هالنطاف في مستقبل واحد، يعني مثل هالمفاتيح أنا عد 200 مفتاح، تمام؟ 1000 نطفة كل واحدة لها مفتاح، مين بيتعرف عليها بتدخل، تمام؟ بس تدخل هيدي غشاء الأخصاب بيتشكل بيمنع بقى الخلايا الأخرى، حتى ما بده يتعرفوا، ما بقى بيتعرف عليهم، عرفتي كي؟ حتى المستقبلات ما بقى بتتعرف عليهم أبدا. نرجع للفقرة هون، اكتبوا لي سؤال هام لهلا لهلا. أهم سؤالين أخذناهم بهالدرس هن موقع الأخصاب ووظيفة غشاء الأخصاب. موقع الأخصاب ووظيفة، نكتب على رقم 4 ما وظيفة غشاء الأخصاب؟ ما وظيفة غشاء الأخصاب؟ يسبب تلاشي الخلايا، يسبب تلاشي الخلايا والنطاف المحيطة، مو بها منقول المحيطة بالخلية البيضية الثانوية، هيك منقول. إذن يسبب تلاشي الخلايا والنطاف المحيطة بالخلية البيضية الثانوية. خمسة خلاص دخلت النطفة، دخلت نواة النطفة. بدنا نرجع نعيد يا جماعة، هذا السؤال بدي سمعه هلا مباشرة، فركزوا معي مشان ما تطلعوا بالخشبة. عندي خمس مراحل، خمس مراحل لدخول النطفة، تمام؟ إذا بشكل عام عندي طبعا العروس الإنسوية، بشكل عام عروس الإنسوية جاي طبعا النطفة، تمام؟ نطفة شو بيتضع في مقدمة رأس النطفة؟ النجسين طرفي جاي بدي يفوت أول شيء على الخلية البيضية الثانوية. أول مرحلة شو بيتم عنا؟ الاختراق. الجسيم الطرفي للنطفة بيحرر أنزيمات، تمام؟ مشان تفكك الكليل المشع اللي بيحط بالخلية البيضية الثانوية. تاني شيء هلا بدي تعرفوا على بعض، في عندي ليك هم مستقبل بروتيني بالخلية البيضية الثانوية، ورأس النطفة شو بيحرر؟ خيط. يتم التعارف من خلال الخيط والمستقبل البروتيني. خلصنا. بعدين بدي يصير عندي الالتحام. رأس النطفة بيلتحم مع غشاء رأس النطفة، بيلتحم مع غشاء الخلية البيضية الثانوية، هاي بتصير بحالة وظيفة. بعدين بالخلية البيضية الثانوية لاحظوا معي عندي حبيبات، حبيبات قشرية لما بتدخل النطفة، وهون عندي مجال حول الخلية البيضية الثانوية، تنفجر الحبيبات القشرية بتروح على المجال حول الخلية البيضية الثانوية، فبتشكل عندي غشاء الأخصاب. هذا غشاء الأخصاب كل شيء فيه نطاف من برا وخلايا بيؤدي إلى تلاشيها، فما بيخلي إلا شو؟ نواة نطفة واحدة تدخل. هاي هي المراحل الخمسة. إسا في طبعا عندي 6 و7 و8 لمراحل الإلقاء، بدنا ناخذهم مشان نسمعهم للثمانية مع بعض. 6 بعد دخول نواة النطفة ماذا ينتج النكتوب؟ بعد دخول نواة النطفة ماذا ينتج؟ تتابع الخلية البيضية الثانوية الانقسام المنصف الثاني. نحن أخذينه لهذا ما هي؟ أخذينه يعني بعد ما تدخل نواة النطفة بدي يصير عندي إخصاب. نحن ما قلنا شرط حدوث الانقسام المنصف الثاني حدوث الإخصاب؟ ماذا ينتج؟ أخذينه قبل هالمرة بويضة واحد نون وكرية قطبية ثانية واحد نون. شو كان مصيرها إذا بتذكروا؟ الزوال. إذا بنرجع من عيد، تتابع الخلية البيضية الثانوية الانقسام المنصف الثاني ينتج، ماذا ينتج؟ إذا ماذا ينتج عندما تتابع الخلية البيضية الثانوية الانقسام المنصف الثاني؟ بويضة واحد أين؟ كرية قطبية ثانية واحد أين؟ وأيضا تتشكل طليعة النواة الإنسوية، وتتشكل طليعة النواة الإنسوية. هلا آخر شيء عندي تشكلت طليعة النواة الإنسوية، تتشكل طليعة النواة الذكرية. لاحظوا، تتشكل طليعة النواة الذكرية وتتقابل مع طليعة النواة الإنسوية، حدد موقع
هون عندي سؤال، حدد موقع تقابل، حدد موقع تقابل طليعة النواة الذكرية مع طليعة النواة الإنسوية وين؟ في مركز البويضة، في مركز البويضة، يعني في المركز دائرة، المركز بالنص مثل ما بتعرفوا أنتو. هون مركز البويضة مين بيلتقي؟ طليعة النواة الإنسوية مع طليعة النواة الذكرية. آخر شيء بس يلتقوا بيصير في اندماج بيناتهم. لاحظوا حدوث اندماج بين طليعتي النواة الذكرية والإنسوية ماذا ينتج؟ ماذا ينتج عن الاندماج؟ حيث يزول الغشاءان النوويان ويتقابل كل صبغي ذكري مع قرينه الانسوي فتتشكل البيضه الملقحه. رقم 8 اكتبوا لي هون كيف تتشكل البيضه الملقحه، كيف تتشكل البيضه الملقحه 2 نون على رقم 8. يحدث اندماج بين طليعه النواه الذكريه وطليعه النواه الانسويه ويزول الغشاء النووي لكليهما، لانه كل طليعه فيها غشاء نووي بيروح، وهون بيروح. لاحظوا كيف اظن هاي طليعه ذكريه هاي طليعه انسويه، بيروح الغشاء النووي بيندمجوا مع بعض ويتقابل كل صبغة جواته في صبغيين، يتقابل كل صبغي ذكري مع الصبغي الانسوي فتتشكل بيضه ملقحه. شو هي؟ نينو. تمام. اخر شرح، اخر فقره عندي. شو قلنا؟ كم طليعه عندي؟ اثنين ذكريه وانسويه، بيروح الغشاء النووي لكليهما بيندمجوا مع بعض، في عندي صبغيات جواته اللي يكون يتقابلوا مع بعض اثنيناتهم فبتصير اثنيناتهم وحده، خليه وحده شو اسمها؟ بيضه ملقحه. اثنين. هاي هي مراحل الإلقاح ومراحل والتبدلات اللي بتصير بالخلية البيضية الثانوية وتشكل البيضة الملقحة من رقم 1 لرقم 8. أنا بدي سمعهم للخمسة الأوائل بلا شرح، والستة والسبعة والثمانية. يعني لما بيقولوا لي عدد يا شباب دايما ركزوا، إذا جاني مراحل أنا ما فيني استثني المراحل، ممكن بالامتحان النهائي يجيبوا لكم مراحل، بهذا سؤال ورقة العمل ممكن يجيبوا مراحل. إذا رقم 1 بالمراحل هذول هيك منعدد، اذا قالوا لي دون شرح مع شرح بدنا نشرح كل شيء، هنا ما بيكتبوا لك مع شرح. اذا جابوا لك مراحل وما حددوا دون شرح بدك تكتب مع الشرح، كتبوا لك وكتبوا لك دون شرح وقت ما بتشرح. 1 الاختراق، التعارف، الالتحام، تشكل غشاء الاقصاب. ما 5 دخول نواة النطفة. 6 شو قلنا بالستة؟ تتابع الخلية البيضية الثانوية لانقسام المنصف الثاني، هي كلها بدنا نقولها يعني بشرح ولا بدون شرح بدنا نقولها كلياتها. فتتشكل بويضة واحد نون وكرية قطبية ثانية واحد نون، وتتشكل طليعة النواة الإنسوية، تتقابل طليعة النواة الإنسوية مع طليعة النواة الذكرية في مركز البويضة، يندمجان، يزول الغشاء النوويان، يتقابل كل صبغي ذكري مع قرينه الإنسوي فتتشكل البيضة الملقحة. نينين. طبعا هلا بهالشكل هذا طبعا بدي سمع هي الفقره على السريع قبل ما تسكري، بس بدي جاوب على السؤالين لانه سؤالين من شرح الفقرات، يعني كل المراحل ما بتهمني على فكره، انا بالنسبه لي ما بتهمني، بيهمني شغلتين منهم السؤالين التحت، اكثر شيء بيهمني منهم التحت. لماذا سؤال دوره، سؤال دوره الاثنين، لماذا لا تلقح الخلية أو لا تلقح الخلية البيضية الثانوية إلا بنطفة النوع نفسه؟ يعني أظن الباب ما بينفتح إلا بيقفله، تمام؟ ليش الخلية ما بتنفتح إلا بهالنطفة أو ما بتتلقح إلا بهالنطفة؟ هلا شوفي ليش، اكتبي وفهمي ليش. لوجود مستقبلات نوعية، لوجود مستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثانوية، في غشاء الخلية البيضية الثانوية ترتبط مع خيط من الجسيم الطرفي للنطفة، مع خيط من الجسيم الطرفي للنطفة. زميلتكم حابة تعرف انه ليش النطفة هاي ما بتتلقح، او ليش الخلية البيضية الثانوية ما بتتلقح الا بنطفة النوع واحد. يا شباب خليكم معي، الفيروسات شو كانت قبل هالمرة؟ طفيليات نوعية. ليش؟ طب بيسألكم سؤال، عندي بخلايا الجسم مستقبلات نوعية لفيروس الإيدز، ما بيستقبلوا إلا نوع من الخلايا، شو كان اسمه؟ لمفيات دائية. وكان في عندي مثلا آكل الجراثيم، في عندي خلايا محددة بتستقبلوا العصية الكولونية، مظبوط؟ يعني هلا لو آكل الجراثيم، لو آكل الجراثيم راح على العصية الكولونية كان بتستقبلوا شيء؟ لا. ليش؟ لأنه نقاط الاستقبال النوعية ما بتناسبه، يعني غير المفتاح.
نفس الشيء هون بالنسبة للنطفة والخلية البيضية الثانوية. الخلية البيضية الثانوية فيها مستقبلات معدة تستقبل نطفة واحدة، تمام؟ يعني إلى مفتاح ما بتفتح إلا فيه. فهمتي كيف فعليا؟ لا يعني عندها مستقبلات نوعية ما بتستقبل إلا نطفة واحدة خاصة، النطفة بتناسبها بتستقبلها. آخر شيء، ما وظيفة أو ما الذي لوجود مستقبلات نوعية في غشاء الخلية البيضية الثانوية ترتبط مع خيط من الجسيم الطرفي للنطفة؟ من خلال دراستنا للمراحل، ما الذي يسبب تلاشي الخلايا والنطاف المحيطة بالخلية البيضية؟ غشاء الأقصاب. غشاء الأقصاب. طبعا هلا منريح شوي، اقرأوا لي الفقرة هاي، بدي أسألكم منها أسئلة على السريع. نفتح على الصفحة الأخيرة بالدرس. يا جماعة نحن بدنا ندرس بالأخضر آخر شيء أول شيء. نحن قلنا، ركز معي، يتم الاختراق عن طريق أنظيمات يحررها من الجسيم الطرفي. هلا بدي أعرف شو هي الأنظيمات وكل واحدة منهم شو وظيفتها، أو كل أنظيم شو وظيفته بشكل عام. نكتب على الأخضر سؤال، ما الأنظيمات التي يحررها الجسيم الطرفي؟ ما الأنظيمات التي يحررها الجسيم الطرفي للنطفة؟ وما دور كل منها؟ إذا ما الأنظيمات التي يحررها الجسيم الطرفي للنطفة؟ وما دور كل منها؟ هام جدا 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 ومتوقع كمان. روحوا بدي أتوقع لكم إياها مشان يضل شو اسمه دليل هون. الجسيم الطرفي للنطفة يحرر أنظيمين. واحد الهيالو رونيداز. الهيالو رونيداز. وظيفته، وظيفة الهيالو رونيداز، يفكك الروابط بين الخلايا الجريبية. يفكك الروابط بين الخلايا الجريبية. مين بيذكرني شو كان اسماء الخلايا الجريبية؟ قرابية وحبيبية. ماكي؟ اثنين. أنظيم تاني رقم اثنين هلا، الأكروسين. يفكك البروتين. شفتوا كيف النطفة، كيف النطفة بتخترق الخلية البيضية الثانوية؟ الجسيم الطرفي للنطفة إنه بيحرر أنظيمات حالة. شو هي الأنظيمين؟ أنظيمين هن هيالورونيداز، يفكك الروابط بين الخلايا. هاي خلايا لاحظوا معي مترابطين، هو بيفكك الروابط. وعندي الثاني في بيناتهم بروتين، بيفكك البروتين، فبتدخل النطفة إلى الخلية البيضية الثانوية. بس عم بيقولوا لي تحت، لكن النطفة الواحدة لا تحوي أنظيمات كافية. يعني هلا لو نطفة واحدة بدها تفرز أنظيمات، ما بتفكك الروابط بين الخلايا الجريبية والبروتين. لذلك فتقوم النطاف التي تصل إلى جوار الخلية البيضية الثانوية بإطلاق دفعات من الأنظيمات تفكك الإكليل المشع، مما يمكن نطفة واحدة الوصول إلى الخلية البيضية الثانوية. هذا الحكي كله اللي حكيناه هلا يا شباب، ليكم من هون؟ من على كنا نطفة الواحدة إلى آخر كلمة، هذا جواب السؤال الأخير مشان ما نكتب السؤال، ليكم موجود من تحت. ليكم بأسئلة الدرس، ما أهمية وصول، ما أهمية وصول ألف إلى 3000 نطفة إلى موقع الإقصاب، مع العلم أن نطفة واحدة فقط تلقح الخلية البيضية الثانوية؟ طب ليش وصلوا؟ ليش؟ نطفة واحدة بتحرر أنظيمات بس ما بتكفي، هني ما راح يفككوا الإكليل المشع. هاي الخلية البيضية الثانوية وهي الإكليل المشع، جاي نطفة واحدة عم بتحرر أنظيمات ما بتفككوا كله. لذلك بيوصل من الألف لثلاثة آلاف، كل واحدة بتحرر أنظيمات بالأخير بيفككوا كلياتهم الإكليل المشع. يعني هي أهمية وصول ألف لثلاثة آلاف نطفة. أول شو حل إصاز، شو أهمية وصول 500 مليون؟ من 500 مليون عدد النطاف الأعظمي يدوب يوصل شو ألف لثلاثة آلاف. بعدين شو أهمية وصول ألف لثلاثة آلاف؟ مشان يحرروا أنظيمات كافية لتفكيك الإكليل المشع، لأنه نطفة واحدة ما بيكفي إنه تحرر أنظيمات. لكن بالنهاية كم نطفة بتدخل؟ نطفة واحدة فقط. هلا عرفنا الأنظيمات، عرفنا الأنظيمات اللي حررها الجسيم الطرفي، اللي هي شو اسمها؟ الهيالورونيداز والأكروسين. نطلع على فوق، لماذا لا يتم الإخصاب إلا بنطفة واحدة؟ ليش يعني باب اثنين مثلا؟ أو ليش باب ثلاثة؟ أو ليش باب أربعة؟ تعال نشوف ليش.
لأن الإلقاح بأكثر من نطفة ممكن يصير إلقاح بأكثر من نطفة بالغلط. تعال نشوف شو بيصير. لأن الإلقاح بأكثر من نطفة ماذا ينتج منكتوب؟ ماذا ينتج؟ إذا صار عندي إلقاح أكثر من نطفة ماذا ينتج؟ بيضة ملقحة عاجزة عن التطور الطبيعي. بيضة ملقحة عاجزة عن التطور الطبيعي ويؤدي إلى موتها. يعني البيضة الملقحة اللي بتتلقح بأكثر من نطفة شو بتطلع؟ عاجزة، عازة، ما بتتطور، بتموت بالنهاية. تمام؟ وهي حال حتى هالحالة نادرة. يعني كل مليون حالة ممكن تجي حالة واحدة. تمام؟ إنه تتلقح بأكثر من نطفة. حتى إذا تلقحت بتطلع البيضة عازة، بتموت. وهي حالة نادرة. وقد تبين أن للإلقاح بنطفة واحدة سببين. وقد تبين أن للإلقاح بنطفة واحدة سببين، ما هما؟ واحد، إزالة استقطاب غشاء الخلية البيضية الثانوية. نكتب ما قيمته، ما قيمته بين ناقص 60 وزائد 20. مين بيذكرني بقيمة كمون الراحة؟ ناقص 70. قيمة كمون العمل زائد 30، يعني أقل بعشرة من هون وأقل بعشرة من هون. ما هي؟ لاحظوا، ناقص 60 زائد 20 يعني إزالة استقطاب الخلية البيضية الثانوية. قديش هو؟ بين ناقص 60 والزائد 20. علل، علل إزالة استقطاب غشاء الخلية البيضية الثانوية ناقص 60 للزائد 20 نتيجة دخول شوارد الصوديوم. نتيجة دخول شوارد الصوديوم ماذا ينتج عن إزالة كمون غشاء الخلية البيضية الثانوية؟ ماذا ينتج عن إزالة كمون غشاء الخلية البيضية الثانوية؟ منع دخول أي نطفة إليها. منع دخول أي نطفة إليها. اثنين، السبب الثاني. هلا عرفنا ليش ما بيدخل لها نطفة واحدة؟ لا، بسبب إزالة استقطاب غشاء الخلية البيضية الثانوية بين ناقص 60 وزائد 20 نتيجة دخول شوارد الصوديوم، مما يمنع دخول أي نطفة إليها إلا نطفة واحدة. اثنين، التفاعل القشري. عرف، عرف التفاعل القشري. هو إخراج محتويات الحبيبات القشرية من الأنظيمات. إذن هو إخراج محتويات الحبيبات القشرية من الأنظيمات التي تسمى البروتينات المثبطة النطاقية. حطوا علي دائرة وهام جدا جدا. سؤال هام، ما وظيفة البروتينات المثبطة النطاقية؟ شوفي يا مريم كمان مرة جديدة، ليش هالنطفة ما بتسأل، ليش هالخلية ما بتستقبل إلا نطفة واحدة؟ لأن البروتينات المثبطة النطاقية تقوم بإيقاف تنشيط مستقبلات النطاف في غشاء الخلية البيضية الثانوية. مثل يا شباب، نحن لما رح نفوت على غرفة أو باب بينزل، عم ينزل، بين بيلحق يدخل قبل ما يتسكر، مظبوط؟ بيدخله، دخلت نطفة، البروتينات المثبطة النطاقية بتغلق المستقبلات كلها. تمام؟ يعني دخلت نطفة بتوقف الإشارة، يعني بتسكر كل شيء، بتسكر كل القنوات الباقية. هو في عنا عدة مستقبلات، عن عدة مستقبلات بغشاء الخلية البيضية الثانوية. تمام؟ لكن لما بتدخل نطفة واحدة شو بتعمل البروتينات المثبطة النطاقية؟ بتغلق باقي الأبواب، ممنوع بقى دخول أي نطفة تانية. وعندي سبب كمان، عنده وظيفة تانية، جعل المنطقة الشفيفة قاسية. جعل المنطقة الشفيفة قاسية كمان، هذا من أسباب عدم دخول أي نطفة أخرى. ماذا ينتج عن إيقاف، إذا قالوا لي بالامتحان، ماذا ينتج عن إيقاف تنشيط مستقبلات النطاف في غشاء الخلية البيضية الثانوية؟ ماذا ينتج عن جعل المنطقة الشفيفة قاسية؟ من اللون، منع دخول أي نطفة أخرى. منع دخول أي نطفة أخرى. طبعا بشكل عام نحن عرفنا الأنظيمات اللي بيحررها الجسيم الطرفي، عرفنا شو أهمية وصول ألف لثلاثة آلاف نطفة، عرفنا أنه في نطفة واحدة. كيفكم؟ نفتح الدرس على الصفحة 194، التنامي الجنيني، الإلقاح. بعد ما أخذنا العروس الإنسوية البويضة أو الخلية البيضية الثانوية،